السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي وصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. نحتفل بقالنا فترة ب 6 اكتوبر، ولكن السنة دي مختلفة بأحداثها وتطورات الأحداث في الشرق الأوسط، من خلافات وصراعات وإبادة لغزة وإبادة في جنوب لبنان. الأجواء مش قد كده، في خلافات في صراعات. لذلك مصر عملت احتفال السنة دي ب 6 أكتوبر بمشروع حرب. مشروع حرب جمعنا الجيش كله، والجيش كله على أهبة الاستعداد إن هو يخش ويحارب أي حاجة تأمر بيها القيادة المصرية. ولكن لازم تعرف إن في الاحتفال 6 أكتوبر اللي هو قعد 4 ساعات، وبعد كده مشروع الحرب اللي هو قعد ساعة ونص، أنا طبعا اتفرجت عليه الحاجات دي كلها على صدى البلد على اليوتيوب. ولكن عايز أقول لك إن في دول حوالينا اتفرجت على الاحتفال دوت وفصصته دقيقة دقيقة، جابت دقيقة دقيقة، وكان في متخصصين عمالين يشوفوا ايه ده وايه ده وايه النظرات ده وايه البادي لانجوج بتاع الراجل دوت، وده بيقول كده ليه. فبيقول لك الاعلام العبري سلط الضوء على القوات الجوية المصرية. انت عايزين ايه يا عم القوات المصرية؟ بيقول لك ان مصر بقى التحديث بتاعها بحسب فلايت جلوبال العالمي احدث بياناته 2024، احنا كده كده فلايت جلوبال ده بينزل التحديثات بتاعته في اخر السنة، فمصر بتحتفل ب 6 اكتوبر فبنطلع احدث حاجة احنا وصلنا لها والحاجات دي كلها. فده كان مؤشر ان هو بيحطك بقى ايه في الاسطول بتاعك، يقول لك انت والله انت الاول، انت الخامس، انت العاشر، انت ال11، انت ال15، على حسب. فهم بص يعني هم تركيزهم على حسب ارتي نيوز الروسية ان الاعلام العبري كله ما بيتكلمش الا على القوات الجوية المصرية. انا عايز اقول لك ان القوات الجوية المصرية دي يا مؤمن، علشان انا ماسك الموبايل بايديا، القوات الجوية المصرية دي في حرب 67 لما اسرائيل دخلت ضربت المطارات المصرية ما ضربتش الطيارين، دي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم وستر ربنا بالنسبة لنا. ليه بقى؟ لأن هما الطيارين المصريين لما جالنا طيارات من بره قدروا إن هما يطلعوا ويواجهوا، فاهم؟ إنما لو كانت إسرائيل ركزت على الطيارين كان لسه انت هتبني بقى جيل جديد لسه بيذاكر ولسه بيشوف هيعمل ايه ولسه، فاهم؟ اصلا عدد الطيارين اللي بيبقى في الجيش عددهم بالمية او 200، فاهم قصدي؟ عددهم قليل جدا والتركيز بتاعهم على التركيز عليهم والصرف عليهم كتير جدا جدا جدا، فعددهم قليل. ومن 100 200 هيطلع لك مثلا 15 افراد مثلا اللي هم المهاريين اللي هم الجامدين يعني، فاهم؟ فإسرائيل ما ركزتش على العنصر البشري. احنا اول ما جالنا طيارات مصر بسرعة اركب يابا اركب اركب اركب، وايه الطيارين المصريين ببراعتهم ومهارتهم عرفوا ان هم يعملوا توازن ويعملوا معارك. حتى اليوم الاحتفال بتاع القوات الجوية المصرية في معركة المنصورة كان يوم 7 اكتوبر او لا، كان في يوم كده القوات الطيران المصري طلعت في المنصورة، فاهم؟ واتصدت لكل الطيران الاسرائيلي، والطيران الاسرائيلي دوت كان ايه بقى؟ انت بتتكلم في مصر كان معاها مثلا عربيات 28 وهم معاهم مثلا فيرنا بقى، يعني فاهم قصدي؟ في فرق كبير جدا جدا، فرق من خطوتين ثلاثة يعني، فاهم؟ وما كانش حد بيدينا سلاح، روسيا مش عايزة تزعل أمريكا ساعتها، وأمريكا فاتحة جسر جوي على إسرائيل كامل، جسر جوي كامل. وعلى الرغم من كده قدروا البواسل والأبطال الطيارين المصريين إن هم يعملوا معاهم الجلاشة، وربنا سترها معانا والحمد لله. جم بقى في حرب 6 أكتوبر، الاحتفال الأخير ده اللي هو حصل من كام يوم، من 11 يوم، بصوا على القوات الجوية. هم أهم حاجة في الجيش هو القوات الجوية يا جدعان. طلع قال لك إيه؟ إن في الإعلام العبري كله مركز على القوات الجوية، وبص بقى فصصوهم. بيقول لك إن الدفاع الجوي المصري
عنده تيارات تكتيكية سي 130 وحاجة اسمها سي اي اس اي وحاجة اسمها بافالو وحاجة اسمها اليوشن، وعندنا تيارات مقاتلة. عندنا ببص هنا على الكمبيوتر، يعني بص الكمبيوتر اهو، عندنا تيارات مقاتلة، عندنا تيارات دعم، عندنا تيارات نقل عسكري، عندنا تيارات خاصة، عندنا تيارات انذار مبكر، وحاجات كلها فيها فانكشن وفيها حاجات حديثة. مصر بيقول لك عندها 1080 طيارة، 1080 طيارة، 1080 طيارة، والطيارات ديت خلت مصر القوات الجوية تاخد المركز الثامن ضمن أكبر 10 أساطيل جوية في العالم كله، أكبر من إسرائيل وأكبر من تركيا. يعني مصر عندها قوات الجوية بتاعتها تحتل المركز الثامن عالميا، يجي بعدها تركيا وإسرائيل بعدها بكام خطوة، يعني فاهم؟ يعني إسرائيل أصلا مش في ال10 الأوائل، على الرغم إن هي عندها F-35 ولكنها مش في ال10 الأوائل. مصر عندها 1080 طيارة، فاهم قصدي؟ هما ما قالوش عندهم كام طيارة. فأنا هقول لك مثلا، بيقول لك إن الولايات المتحدة الأمريكية عندها 13209 طيارة، حوار. روسيا عندها 4255 طيارة. الصين عندها 3304. الصين دي جامدة في كل حاجة، ازاي في الطيارات عندها 3000 بس، 3304 طيارة. الهند عندها 2296 طيارة، 2296 طيارة. مصر عندها 1080. مصر تدخل ضمن قائمة أقوى 10 قوات جوية. بيقول لك إن القوات الجوية المصرية تمتلك أسطولا قويا ومتنوعا من الطائرات المقاتلة F-16 وميراج 2000 رافال ميج 29، وهي تمثل أحدث تقنيات الطيران العسكري. ماشي. أكبر 10 قوات جوية في العالم: أمريكا، روسيا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، باكستان، مصر، تركيا. لازم تفتخر بجيش بلدك، لازم تحمد ربنا أنت عندك جيش. ناس كتير جدا، ناس كتير جدا، ناس كتير جدا بتحسد مصر على جيشها. ازاي؟ شوف انت جنوب لبنان، لبنان ما عندهاش جيش، فبيحصل فيها ايه؟ شوف فلسطين، ربنا ينصرهم، هم كلهم على بعض شوية جماعات مقاومة، تمام؟ عندهم جماعة مقاومة، ما عندهمش جيش، مش جيش بترسانة عسكرية، بترسانة حربية وكده، يعني فاهم؟ عشان كده مصر بتحاول جاهدة انها تطور اول باول القوات الجوية بتاعتها، لان القوات الجوية هي راس الحربة في الجيش. اي جيش هو راس الحربة بتاعه القوات الجوية. لو انت عندك قوات جوية جامدة جدا هتعرف تسيطر في كل حتة. ما تنساش برضو ان الاسطول البحري المصري في المرتبة الرابعة، الاسطول البحري المصري في المرتبة، عندنا مستر راجل مان عبد الناصر، عندنا مستر انور السادات، وعندنا شغل عالي قوي ولسه الجامد جاي. ان شاء الله ربنا ينصر مصر، ربنا يحفظ بلادنا، ربنا يجعلها رخاء امنا ورخاء عليها دايما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا يا رب يعوض على الناس اللي استشهدت في غزة وفي الضفة الغربية، واللي استشهدت في جنوب لبنان. الناس دي يا جدعان سبقتنا للجنة والله، وربنا ينتقم من الصهاينة الصراحة، ربنا ينتقم منهم شر انتقام. ولازم تدعم جيش بلدك. أي كلب يتكلم على جيش بلدك بصورة وحشة، أنت لازم إنك أنت تدافع عن جيش بلدك. لا مش هتعرف تعيش من غير الجيش، يعني فاهم قصدي؟ ويعني بصراحة هو الجيش، يعني لولا إن وجود جيش مصري، لولا وجود جيش في مصر، كان زماننا بيحصل فينا زي ما بيحصل في غزة وزي ما بيحصل في جنوب لبنان بأي صورة كانت. هيخترعوا لك أي حاجة، أم كلالة ولدت يا عم، احنا لازم نخش مصر، لو ما عندكش جيش قوي هيقول لك مثلا عايزين نشوف استاد القاهرة في هيخترعوا لك أي حوار. فلازم تدعم الجيش المصري. وأنا دخلت الجيش المصري، وأنا كنت فرد من الأفراد، كنت دفاع جوي ودست على لغم في الجيش. يعني للأسف الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، أنا فخور إن أنا كنت في يوم من الأيام في الجيش المصري،
واتمنى ارجع اخدم تاني لو مش هينفع طبعا، بس لو لو قدر ليا ان انا ارجع تاني هرجع طبعا اخدم مصر بعناية والله. لازم تدعم جيش بلدك، ظروف صعبة اللي احنا عايشينها طبعا، ظروف صعبة جدا، ولكن ربنا ما بينساش حد. ادعم بلدك، ادعم جيش بلدك في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها، في ظل ظروف الحرب اللي احنا فيها، في ظل ما ايران عايزة، اسرائيل عايزة تضرب ايران، تضرب النفط في ايران، قامت ايران قالت لك هنضرب الخليج، قام الخليج قال لك احنا مالي يا لمبي، فاهم؟ فالموضوع صعب، الموضوع صعب يعني. الخليج لو اتضرب هتلاقي مصر اتدخلت، وهنخش في قصص. وبعد كده انت عندك اصلا اثيوبيا المفروض تخرج 30 12 من الصومال، وقال لك احنا مش خارجين، ومصر هتحارب في تحت. وعندك نتنياهو ممكن في اي وقت يقول لك ايه، تعال بسك على مصر، بسك على سينا. فانت لا يعني ظروف صعبة، ولازم تكون متابع جيد للاحداث، لازم على طول تدعم بلدك يعني، فاهم؟ في مثل بيقول لك ايه يا عم، ادعم اخوك ناصر او يعني ظالم او مظلوم، وانا بقول لك ادعم بلدك ظالمة او مظلومة، ادعم بلدك في كل الاحوال. ماشي، متنساش تعمل لايك سبسكرايب، تقول لنا رايك، اشترك في القناة بعد اذنك، بعد اذنك الاشتراك واللايكات دي بتدعم القناة جامد جدا، وبتظهر لنا انتوا فعلا مهتمين بالمحتوى ده ولا لا. السلام عليكم.